السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حابب تتابعني عليكم من جديد، يا رب دايما تكونوا بخير واحسن. النهارده بقى هقدم معاكم جوله حلوه قوي في وسط البحر كده، زي ما انتم شايفين شاطئ هادي جدا جدا ومطروح بقى وجمال. تعالوا بقى اما نشوف الشاطئ معانا، بجد كان منظر رائع. ده شاطئ هادي جدا جدا، شايفين بس ما تنسوش تصلوا على الرسول عليه الصلاه والسلام، وتعملوا لي لايك وتقولوا لي ايه رايكم في الكومنتات. يا رب دايما رحلتنا بتكون تمتعكم وتبسطكم وتشوفوا فيها مناظر جميله. بجد احنا بنقول في الدنيا يا رب يديمكم في نعمه في حياتي ويجعلكم دايما الخير والسعاده والهنا يا رب. انا حبيت بقى اعمل معاكم جوله حلوه كده في وسط البحر، حابه بقى موريكم بجد بجد المنظر كان رائع، حاجه كده تحفه. البحر ده هادي، ممكن الاطفال ينزل فيه مفيش مشكله، ما تقلقيش يعني. زي ما انتم شايفين كده الارض عاليه وحلو يعني، والميه بتاعته هاديه. انا عندي مطروح العشق والجمال طبعا، بجد بجد روعه. يلا بقى اشوفكم تستمتعوا باحلى المناظر والشواطئ الجميله معانا. يلا ما تنسوش الجيم بلايك، ولو اول مره تشوفونا وتتابعونا ما تنسوناش الاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد من يوم زياده. دمتم في رعاية الله. يلا بقى بينا نشوف احلى الجولات. شاور لهم يا هو يوسف. ايه
وشاي. الميه والوداعي. طب يا حلويات عايزة سكر نوتيلا طازة. I'm